كوكو اهو، كوكو حلو، كوكو جميل جدا. كوكو عنده 6 سنين، جي عندي الدكتور علي. عرفنا بنفسك يا استاذ علي. معلش احنا هنشغل عنك طول الحلقه. ليه هتعد ليه كوكو؟ ايمان لا بيتكلم بيتكلم. انا اسمي علي فؤاد السباعي، انا بشتغل في قطاع البترول وبربي الطيور والحيوانات من عمر 13 سنه. من وانت عندك 13 سنه؟ 13 سنه. ابتديت ببغبغانات صغيره اللي هي اللي جنب حضرتك دي اللي هي اسمها الكوكتيل. وكان اول بغبغان ربيته كان طاير في الهواء، مسكته من على شجره. مسكته ازاي؟ اصطدته يعني؟ لا مسكته يعني، هو لما بيبقى خارج من القصر بتبقى جناحاته ضعيفه، ما بيستحملش طيران فترات طويله. مش متعود. فسهل قوي ان انت تمسكه، بيبقى منهك. وابتديت رحلتي معاهم بقى من وقتها. من 13 سنه. من 13 سنه وانت بتربيهم؟ من وانا عمري 13 سنه. ده بس دي الحاجات دي مش موجوده في مصر، بتجيبها منين؟ لا الدره الامريكي ده موجود في مصر من سنين. يعني موجود في اماكن تجاريه بيبيعوه. موجود في المحلات وموجود عند الهواه كمان. وانت اشتريته بقى صغير؟ اشتريته عمر 5 شهور. 5 شهور ده يبقى قد كده صغير قوي؟ لا ده بالعكس، ده هو حضرتك عمر 5 اشهر هتلاقيه مكتمل كده. مكتمل اكبر من ده يعني في الحجم. بعد كده لما بيبتدي ياخد سنه. مش معقول. اوعى تقعد يا كوكو. لا لا مش هيقعد. اوعى تقعد يا كوكو. هو باشمهندس علي بيقول لي كوكو. لا خلاص مو سوري. بيقول لي ها. بيقول ايه كوكو بقى؟ ها هو كوكو بيقول السلام عليكم والله اكبر. طب خليه يقول بقى، هو بس الاضاءه مقلقاه متضايق. سلام عليكم. وده بقى اللي قاعد ده بقى زي اسد ده. ده بينجو. الفرق ما بينهم 6 شهور، يعني اللي في ايد حضرتك اكبر من البغبغان ده ب6 شهور. التاني وده برضه يطلع على الايد كده. بيطلع على الايد. طب ممكن حضرتك تطلعه كده؟ هي السلاله مختلفه. لو طلعوا اتضايقوا من بعض؟ لا لو انا ماسكه مفيش مشكله. اوكي حضرتك قوم طلعه لنا يا استاذ. كوكو مش هيتكلم، هو اتكلم قبل انا ما اجي. ما اتكلمش. ما تتكلم يا كوكو بقى. الله الله يا سبحان الله على الالوان. يا سلام. هو مش واقف على ايدي ساكت. انا ماسك طرف من يعني ماسك صباع من صوابعه، مش يعني مش سايبه، بس هو اليف. يعني لو سبته ممكن يفضل قاعد، بس هو منزعج من الوضع. انما انت لو انت قاعد في البيت كده ممكن يقعد على ايدك. هو بيقف على كتفي ويفضل واقف خلاص. ما بيتحركش ويقعد يلعب بقى في وداني، عايز ياكل عايز يشرب. بيقول لك بتفهم انت؟ هو بيقرب لما يشوف الاكل بيقرب. هو منزعج بس من الناس لان هو متعود ان هو ما بس هو ما بيقعدش. بيقول لا لي بيقعد الستات بس. ما بيحبش الستات. كويس كويس. وفي بغبغانات كده كتير، مش يعني العكس، يبقوا يحبوا الستات ما يحبوش الرجاله. فهو حسب بقى. هو دلوقتي بيلعب معاك؟ بيلعب. بيلعب وعايز ياكلني. هو دلوقتي يعتبر بيلعب معايا برضه انا كمان. هو بص عليك بيشوف نسبه الملوحه اللي في ايد حضرتك. ويبتدي عايز ايه يعني يلحسها كده. كنوع من انواع المداعبه يعني. بياكلوا ايه بقى دول؟ في الاول خالص هما الاعتماد كله على الفاكهه. فاكهه. بعد كده البذور اللي هو اللب السوي زي ما بيقولوا عليه او عباد الشمس، بس ده بيبقى يعني مش بصفه اساسيه. لانه خطر، لان هو بيزود البروتينات في يعني حاجه فوق البيعه كده. يعني ونفس الكلام. بدا يتضايق مني بصراحه عشان ماسك رجله جامد قوي ومضايقه. لا خالص، عليك عايز تسيبه؟ لا مش عايز اسيبه، انا مش خايف منه بس خايف اكون مضايقه. لا هو ما بيتضايقش، لا هو متعود على كده. هو بيدعك كده. فبياكل الحبوب، ممكن ياكل قمح منقوع، ياكل ذره، كل الفواكه بانواعها. الا طبعا بقى الحاجات اللي هي عليها. وليه وجبه اساسيه ولا بتحط له بتاع فيها اكل طول الوقت؟ لا هما بياكلوا مرتين في اليوم، ومفروض ان انا راعي حتى ان انا انخل الاكل بتاعه او احركه عشان يقدر ياخد اللب اللي موجود. مثلا الفاكهه بياكلها قدامي مفيهاش مشكله. بس هو اللب بحطه له كده عشان يلعب بيه، يعني ياخد واحده اثنين ثلاثه. وطبعا لازم نظافه يوميه. هو بينظف ايديه. بيقلم ضوافره. لازم نظافه يوميه تبقى موجوده. انا معجب بيك قوي كوكو والله. والميه نفس الكلام. معجب بيك جدا. وقعت في غرامك يا كوكو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الالوان دي يا كوكو؟ وهي كوكو مش هيتجوز؟ بندور له والله، بدور له بقالي سنتين. مش لاقي له عروسه. مش لاقي له عروسه حلوه زيه. وزهق مني مش طايقني.
لا 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 ده هو ده الطبيعي بتاعه. اه كويس. هو محتاج ان هو اجيب له انثى تبقى يعني تعيش معاه حرام هاديه عليك. شويه. اه هو ممكن تجيب له الست ما تعجبوش. لا هي مش هنعرف نتعامل معاها يعني. انا ما بحبش في البغبغانات اللي هي ليها احجام كده ان امسكها وتبقى مش متعوده علينا لان عضتها قويه جدا ومسكتنا ليها كل مره بتضعف من ريشها ومن رونقها ومن منظرها. بتقعد تعمل كده اه بتتبهدل فتاخد على الاقل مثلا اسبوع 10 ايام عشان تستف ريشها تاني وعشان تاخد تعود عليكم. اه انما لا هي مش هتتعود. اللي اتربى طير عادي مش هيتدرب في البغبغانات دي. اه اللي كبر على كده خلاص. انما الصغير انما انت ممكن تاخده من حد مربيه. اه ممكن اخده من حد مربيه وتكمل الربايه. وطبعا هو بيحب الموز جدا. طب ما تديني بقى حته اكلها الكوكو. حاضر. بس هو كوكو بيحب الموزه مهروسه انما ده بياكلها. ما انا هعملها له كده. تمام. مؤدب بياخد حته حته. كل يوم كوكو. معلش متخضش انا اللي اتخوفت. ايوه كل في صوابعي كده ولا يهمك. ما يهمك. وبيحبوا البرتقال جدا برضو. ما يهمك ما يهمك. لا ده زعل قوي. بس عيب 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 عيب. زعلان مني قوي. خد عيب عيب. زعل مني قوي. عيب عيب عيب. زعل مني ليه حق والله. واحد غريب دخل عليه كده. يلا 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 اهدى اهدى اهدى. طب قول لي بقى عن طباع البغبغان. هاخد ده؟ ممكن ده. هعمل فيه ايه؟ ده كده واقف كده بس. ده من غير ماسكه. ويلكم. اسمه ايه بقى؟ بينجو. ده نوعه ايه بقى؟ ده كاسكو او كونجو اللي هما الناس بتقول عليه الزنجباري. من زنجبار؟ لا ده اللي هي كينيا وغانا والسنغال. ملوك الحاجات ديتهم. ملوك الحاجات ديتهم. طبعا. وهم دول محظور ان هم يطلعوا من البلاد اللي هناك عندهم. وفي مزرعه كبيره جدا في هولندا ودول بيتم تلقيحهم وتفريخهم صناعي هناك. عن طريق اللي هي ويبيعوهم بقى. بيتاجروا فيهم. هولندا انما السنغال والكونغو ونيجيريا وكده هم ممنوع ان هم يطلعوا ودي قضايا يعني حاجات وزاره البيئه وكده. ولما بيخشوا مصر ده بيكلمك وواقف على حكي مش ما يقفش على كتف اي حد كده. لا يعني انت لما تبقى قاعد في البيت انت والمدام والاولاد ما بتسيبهم. بسيبهم بس لازم ابقى قاعد يعني. طب قول لي بقى ده بيعرف حضرتك؟ زي الكلب والقطه بالظبط. من صوتي ومن شكلي. يعني اول ما تخش البيت بيعملوا بيصفر وينده. هو بيتكلم كتير قوي بس هو الاضاءه زي ما قلت لحضرتك هي اللي اكتر حاجه بتخوفه. تعال دخل ايدك تحتيه ما تقلقش يعني. ما انا بقى اطلع يا ابني. اطلع تعال. اوه يا سلام جالك. لما تيجي من بره صفافير بقى وينده على اولادي بنفس النبره طبعا لان هو من مقلد بارع يعني. كوكو طب نتكلم بقى الحاجات الصغيرين دول بقى. تمام. دول اسمهم كوكتيل. دول عصافير عاديه. دي عصافير عاديه. واللي فوق دول. دول كوكتيل. الكوكتيل ده برضو من البغبغانات الظريفه قوي. دول بغبغانات. بس احجام صغيره ومكانها استراليا يعني. وظريفه. دول بيتكلموا برضو؟
ده ممكن يقول كلمه كلمتين بس اتعلمهم وخلاص. وبيطيروا بقى في البيت وبيعرفوا حضرتك. يعني انا عندي بنتي بيحبوا نادين قوي، يعني فروتي ده، فروتي ده لما بيسمع صوت نادين ينسى الدنيا كلها ويجري يطير وراها. اول ما اول ما تخش تتكلم فروتي فروتي، يقعد يقول لها فروتي 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 ويطير عليها على طول. دول منطلقين في البيت؟ فروتي اللي منطلق، دول لا. انت قلت لي في اتنين بيعضوا. ده بيعض، ده بيعض عضه جامده. لانه ده مش انا شاريه كده كبير يعني. هو حتى لو عايش لوحده كده. اللي هو ده لا ده استرالي. ده نوع دارج قوي موجود في مصر ومشهور من سنين. وفي منه نوعيات تانية اكبر. الاصفر ده، الاصفر ده يعتبر عصفور. عصفور استرالي. ما بيتكلمش؟ لا، في بيتكلموا بس يعني لازم يتربى على الايد ويتاكل هاند فيد، يعني بيتاكل بالسرنجه. لازم صاحبه يجيبه صغير وياكله بايده فيبقى ابوهم، وزي ما قلت لي في التليفون. ايوه، فيبتدي ان هو يقدر يتكلم مع بعض. ما بيسمعش صوت صوصوه او صوت الـ 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 الاصوات بتاعتهم دي، فهو بيتعود على صوت حضرتك، فيبتدي يتعلم منك بقى الكلمه بالتكرار. زي الاطفال يعني. زي الاطفال. فتقدر تعلمه عدد من الكلمات. يعني الاسترالي يعني اقصى حاجه فيه ممكن يتعلم 5-6 كلمات. طب ممكن اروح لاسمه ايه، نسيت اسمه ده. لبينجو. بينجو. اطلع يا بينجو. بينجو مش طايقني. لا خالص. بينجو. لما تيجي من بره بقى يعملوا لك ايه؟ هو طبعا بيقعد يصفر ويقعد ينده لغايه ما تروح له. لحد ما اروح له بيقعد طول اول. طب لو سايب بقى وانت داخل؟ هيجي على كتفي على طول. بس طبعا ما بيحصلش لانه ما حدش بيسيبهم غيري يعني. يعني ما دام ما تسيبهمش وانت مش موجود. لا لا، هي نادين بس الشقيه هي اللي ممكن تسيب. عشان في واحده صاحبتها. لازم تقعد مع صاحبتها تقول لها ايه اللي حصل النهارده وكده. انت هتطلع لي حضرتك، كنت هتطلع لي نوع من فروتي ده. ده هاند فيد. فروتي ده بتاع نادين. وده بتاع نادين. فروتي. ده أليف وظريف قوي. ده ممكن يجي عندي؟ يا فندم. خليتي. هو طبعا ريشه أكبر من كده، بس هو برضه بيغير موسم تغيير الريش بالنسبة لهم دلوقتي. فهو بيغير ريشه. أنت بتحس بإيه بقى لما بتبقى جنبيهم كده؟ بص حضرتك، هو الإحساس ما لا يوصف طبعا، إن أنت تشوف طائر مش عارفك وبيحبك. عارفني وبيحبني ومش عايز حاجة مني خالص، يعني غير إن هو يلعب معايا، يتمسح فيا، ياكل من إيدي. فدي احلى حاجه. الاحساس لازم حضرتك تجربه طبعا. لانه طائر يجي لحضرتك، يقوم من مكانه ويجي على ايدك او يجي على القفص عايز يطلع لك، دي حاجه شعور جميل جدا. مفيش يعني ملوش تمن بصراحه. وانت بقى كل ما بتلاقي نوع كويس تجيب؟ والله انا لما حاجه بتبقى بتعجبني يعني. في مثلا الكويكر ده، البغبغان ده عجبني. كويكر ده، ما ده طلعناه، ده كان معانا. لا ده ما طلعناهوش. لا ده بيطلع برضو. بيطلع برضو، هنطلعه. ده لقيته في حته؟ لا ده انا لقيته في اعلان، فصعب عليا ان هو متبهدل في الاعلان. واحد يعني مسافر مثلا ولا حاجه، مش كده؟ لا بيبيعه. ما كانش مهتم بيه، وحتى سعره كان مدي سعر مش حلو كده. كام يعني؟ ده كان سعره 1500 جنيه وهو اصلا تسعيرته اكتر من كده بكتير. بس كان ريشه مبهدل ومش معتني بيه. بقى 1600 جنيه حضرتك؟ 1500 بس. هو بيزيد عن كده، ويوصل لاتنين واتنين 200 كده. واشتريته بقى كبير كده؟ لا يعني كان برضو عمره 8 شهور او حاجة. هي بتاكل موز دي برضو؟ لا دي بتاكلش موز. لا وابتديت ادربه وما شاء الله عليه، وبقى بيحب حسن ابني قوي والله. برضو من هو بيتمسك بسهولة، ما بيعضش برضو، ما عنديش حاجة بتعض يعني الحمد لله. اسمه ايه؟ النوع ولا الاسم؟ لا هو اسمه ايه؟ اسمه كلبز. كلبز؟ ده تلاقي حسن اللي مسميه كلبز. كلبز. بس كلبز شقي شويه ممكن يطير. كلبز. ممكن بقى زي ما هما بيبقوا فرحانين كده بيجي في وقت للزعل. امتى بقى؟ لو لعبت مثلا مع ده اكتر من ده. يزعل. يزعل. فيبتدي يعني دلوقتي يزعل منك. لا مش ده. ده اللي بيزعل يبتدي يشد ريشه زي ما كده واحد يقرقع يعني. او يشيل شعره.
ودي مشهوره قوي في موضوع الكاسكو لان هم من البغبغانات الحساسه. بتفرشك الملايه يعني. فيبتدي يبوظ شكله يعني لو ممكن يوصل لمرحله ان هو يبوظ شكله لغايه ما تبطل اللي انت بتعمله ده. لازم الحق بقى اشوف الدبريشن بقى اللي عنده ايه وايه السبب وانا قصرت في ايه وابتدي اراعيه بقى في الحته دي قوي. سواء اكل شرب بس هو بالنسبه له اللعب والاهتمام احلى من الاكل والشرب عنده. يعني انت لو جيت مره ودلعت كوكي دوت ولا كذا ولا مشيت ممكن يسبب مشكله كبيره يوم يأذي نفسه. يأذي نفسه جامد. وبرضه بالنسبه للسفر او حاجه انا طبعا ما بقدرش اسيبهم. ولو انا سافرت لوحدي فالاولاد بيبقوا موجودين والمدام وكده ده كوكو مثلا مش عايز ياكل ده فبنعمل زي كونفرنس كول كده يسمع صوتي او يشوف شكلي كوكو يبقى مبسوط جدا وخلاص يبتدي يصفر تاني ويطقطق وياكل مجرد ما يشوف شكلك يشوف شكلي او يسمع صوتي الاثنين مع بعض يا يشوف شكلي يا يسمع صوتي يزقطط هنا في يزقطط ويبتدي ياكل بقى تاني حاجه ما اعرفهاش عن البغبغانات ابدا لا هم من الحاجات الحساسه جدا البغبغانات الزنجباري دي البغبغانات دي والحاجات دي هل دي ليها طب كويس في مصر يعني دي لما يعيا مثلا ده الواحد يتجنن لما يلاقي عيان ده فيه ايه بص حضرتك هم الدكاتره الموجودين في مصر المتخصصين في البغبغانات قليلين جدا طبعا الكلاب والقطط لا الكلاب ليهم عالم طب ممتاز في مصر انما للاسف البغبغانات لا قليلين جدا قليلين جدا انت خايفه منها تعالي 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 اوقف على دماغي ايوه هي دي وقفته المفضله ما تقلقش حضرتك خليها واقفه على دماغي فطبعا الطب بالنسبه لهم في مصر قليل مفيش تجارب مفيش يعني مفيش براكتس متعودين على بغبغانات كتير يعرفوا فالدكاتره قليلين والجراحين منهم برضو لانه البغبغانات ليها اصابات فاصابتها بتحتاج تدخل جراحي سريع فقليلين جدا للاسف انت بتحب الكائنات دي جدا ازاي بيجي لك قلب انك تسيبهم محبوسين كده لا انا بطلعهم انت بتطلعهم بطلعهم يعني المدام سايباك كده الشقه خلاص انا ظالم المدام معايا يعني الشبابيك كلها تبقى مقفله لازم تبقى مقفله وممنوع المراوح المراوح تضايقهم لا طبعاً. هي المراوح هتطيرهم تقطعهم يعني ممكن يحصل ان هي تاذيهم تكييفات اي دونت بريفير يعني ما بفضلش لانه هو في الطبيعه متعود على انه اجواء حاره او جو معتدل فلو حصل انه التكييف برد مره واحده وبعد كده طفينا التكييف فهم هيتعبوا ممكن يجيب خطر عليهم طبعا خطر نزلات برد في الشتاء بتحط لهم بطانيه وكده غطا على الارض هو مش مهم ان انا اغطيهم على قد ما يبقاش فيه تيارات هواء لو هو في مكان كده مكان مغلق مفيش مشكله حسن لا ازيك يا حسن كويس انت عندك كم سنه يا حسن هتم 9 في شهر 9 يعني قد البغبغان ده لا مش انت ما بتحبش في كل دول غير ده لا غير ده ده قلبس بتاعك ده هو عارفك لما بتيجي من بره بيعمل ايه لما بيشوفني بيكون عايز يطلع بيهيص ايوه وبيحبك قوي وانت بتاكله تقدر تغيب يومين من غير ما تسلم عليه وتقعد تلعب معاه لا ما تقدرش يعني انت ما تحبش تسافر عشان ما تسيبش كلبس احنا بناخده معانا تاخده معاك اي حته ايوه وانت عجبك الهوايه بتاعت بابي دي عجبك ايوه حلوه بتحب فيها ايه يا حسن ان انا بعرف ارعم معاهم ويكون ليا حاجه تانية عندك هوايه ايوه هو بيكلمك اللي فوقيه ده بيكلمك اللي قاعد فوق دماغي ده طب ما تحاول تكلمه حسن كده يمكن يرضى علينا ويكلمك كوكو كوكو جميكس كنا بنتكلم بقى لحكايه الحبس ومش الحبس هما يعني مشاعرهم تجاه المساله دي متوائمه اللي بيتولد في الاسر ما يعرفش ما بيعرفش التاني ما يعرفش يعيش في الطبيعه بره بس هو يقدر مزبوط. يحب في البيت قوي لو طلع في الطبيعه كوكو راح فين بيبقى صعب عليه الطيران في الاجواء العاديه لانه العضلات بتاعت ريشه بتاعت الاجنحه بتاعته ما بتبقاش بنفس القوه بتاعت الاسر لازم يتمرن لازم مهما اتمرن ودايما الاسر بالنسبه للطيور او البغبغانات اعمارهم بتبقى اعلى
يعني حضرتك لو البغبغان الكوكتيل ده بيعيش من 10 ل 15 سنة في الجو الطبيعي، في الأسر بيوصل ل 30 سنة، 35 سنة. اللي على كتف ده؟ اه في الأسر. وهو صغير كده حجمه كده؟ اه. ما يزيدش؟ لا ما يزيدش. تعرف سنه ازاي؟ من التربية يعني بيبتدي من عندي إمتى؟ لا دي حاجة تانية. زي ما انت لو شفته عند حد تقدر تقدر سنه؟ تقدر. المنقار بالريش. المنقار والحدقة بتاعت العين ولون العين. وطبعا الجلد نفسه بتاع الرجلين بيتغير لونه. طلع لنا عصفورة عسل. اوعى تزعل قلب اذا فوق دماغك اهو. هو هيطلع عصفورة دلوقتي. لكن زمان لما نجيب عصافير لا يمكن تطلع، لو طلعت من القفص خلاص. هما دول محتاجين بس يبقوا ممسوكين كويس عشان هما لسه صغيرين بس بيتدربوا لسه. بس ما بيعضوش. واحد درب عصفورة دي ازاي؟ بال بقى دي عايزه طولة بال وروقان كده. هتطلعها وتحطها على ايدك تمسكها كده وتطبطب عليها وشربها، وهي من صغرها متعوده انها تاكل من ايديا، بس انها تتعود على الكلام دي بتاخد شويه تدريب بقى. يعني في من دول بيكلموا؟ تقول كلمه بس مش عندي لسه، يعني انا اللي دول ما فيش حد فيهم بيتكلم. يعني انت جايبهم على امل انك تعمل كده؟ لا هم طالعين عندي، يعني اتباضوا واتفقسوا عندي. يعني انت عندك مكان هنا بيتفرخ فيه العصافير؟ عندك البتاع بتاع زمان دي الصغيره دي الخشب دي؟ لانك بدر عصافير محدش يشوفه كده، تعودنا. عندي حاجه عمرها اسبوع وعندي حاجه عمرها 3 اسابيع. لا ما تجيبهاش يا عم لا تتحسب. لا دي بقى بتبقى ما عرفش حسن يمسك العصفور. انا امسكه انا حسن، هات القفص كده معلش. قلباز شوف الخبره بقى ابو علي، شوف الخبره. هم دول طبعا لو انا مش لو هم مش واخدين عليا العصفور يعضني، لان هو ده معروف. انا ماسكه كده عشان ما يطيرش. انما لو هو العصفور مش مؤهل ومش واخد تدريب يعض جامد. هو مدرب على كده يسيبك يسيبك تمسكه. ان انا امسكه. انما غير كده كان قرم صباعه. او يعني الاسترالي معروف. بص حضرتك يعني بعمل كده اهو خلاص ما فيش حاجه. وده لو طار كده تجيبه ازاي؟ لا هو ما بيطيرش يعني، هو معايا يعني. يعني لو جري كده منك في بتاع صعب. لا خلاص هيطير شويه وهيقف. حضرتك ممكن تمسكه برضو بس لازم تمسك رجله. انا خايف يطير مني. لا لا خالص. بس اسمه ايه ده؟ لا استنى ما امسكه وبعدين اقول لك. اضغط على الرجل. ايوه. لا لا استنى ما امسكه ازكى. في ناس هنا في مصر متخصصه في البغبغانات. ودول موجودين على الفيسبوك، الواحد عايز يشتري بغبغان يتصل بيهم. موجودين واسماء اعلام كمان. اعلام؟ يعني متخصصين في الزنجباري، في ناس متخصصه في الزنجباري. زي البنجباري ده اللي هو ده. طب وده الزنجباري ده بقى يساوي كام يا باشمهندس علي؟ بص حضرتك هو في منه الوان واحجام. وكل ما كان لونه فاتح كل ما كان سعره اعلى. الحاجة التانية التربية البيتي أو التفريخ المنزلي زي ما بنقول اللي هو في الأسر أغلى ضعفين أو ضعف كمان من اللي هما بيمسكوه صيد. بتبقى صحته كويسة بقى، سواكل كويس، متعالج كويس، فيتاميناته كويسة مش كده؟ المناعة كده؟ المناعة مناعة الطير ده اللي بيتولد في الأسر أعلى بكتير جدا من الصيد البري. الصيد البري عمره بيتراوح من 20 ل 25 سنة بس، وحضرتك ممكن تصطاده من الاسر وتجيبه ما يكملش عند حضرتك 5-6 شهور ويموت، لانه خلاص لانه اتحبس. حريه، عارف معنى الحريه. ونوعيه الاكل مختلفه، عارف معنى الحريه، فحبسوا علي فمات طبعا. انما لو في الاسر بيعيش من 50 ل 60 سنه. ده ما شاء الله اكبر، يعيش 50 60 سنه. من 50 ل 60 سنه. الاسعار بتاعتهم للصيد، وده لا انصح بيه اي حد طبعا وكل الهواه. يعني ايه للصيد؟ الصيد اللي هم جايين متهربين من بره. 7000 7.5. ده مضروب. ما انصحش بيه، ما هو ده. انت تنصح بالصغير؟ انصح باللي هو صغير وتفريخ مصري اللي هو مولود هنا، مولود في مصر وفي اسر. وفي اسر دي البيئه المناسبه بتاعته، هو واخد على شكل الاشخاص. يخش بقى في 15000 16000 يبتدي. يبتدي من 13000. لكن بيعمل متعه نفسيه كبيره طبعا، بس هو مسؤوليه. ونحط تحت طبعا. كلمه مسؤوليه طبعا. دي خطوط كتير قوي قوي قوي. والله انا ما عايز اقوم في القعده الحلوه دي. ودول بقى متجوزين؟ لا دول لسه عندهم 3 شهور ونص، لسه صغيرين. بس دول ذكر وانثى؟ لا لسه مش باينين. هم دول بيبانوا لما بيغردوا، ليهم تغريده كده انت تعرفها.
فتحوفر لهم العلبة الخشب اللي هي بتاع الزمن اللي كنا بنحطها هنا كده دي، تمام، اللي فيها فتحة صغيرة دي، أيوة، توفرها لهم. توفرها لهم ليهم موسم تزوج ولا ممكن ليهم؟ ليهم. آه. تعرفوا ازاي؟ هو يعني بالتجارب الناس كلها، وبعدين أجمعنا على أنه مثلا من شهر 3 بيبتدي موسم التزاوج لمعظم البغبغانات لحد شهر 9. بيقعد البيض قد إيه على ما يفرخ؟ يعني من 23 يوم ل 28 يوم حسب الأنواع. بتطلع العصفورة قد إيه؟ يعني مش عايز أقول لحضرتك الحجم بتاعها، تعرف حجم بيضة العصفورة صغيرة قوي. آه. يعني بيطلع حاجة كده نص عقلة صباع. صورته؟ عندي صور وعندي حاجات حية يعني هصورها. نشوفها دي مسألة أنا أخاف عليهم. أنت بتخاف من الحسد؟ لا مش أخاف من الحسد ولا حاجة يعني، الله خير وحافظ. إذا كنتش يعني بتخاف من الحسد يبقى هاتهم. أنا ممكن أجيب لحضرتك حاجة دلوقتي. ما يتوانيش بس يعني أوكي، إذا كان ما فيهاش إزعاج لي الكائن نفسه. لا خالص خالص ما فيهاش. أوكي أنا مستنيك. فرخ عمره اسبوع وده عمره 12 يوم. ودول بقى ما شاء الله يعني يقعدوا كده يبداوا يشدوا حلهم بعد قد ايه؟ يعني شهر ونص كمان ويبتدوا يقولوا بقى. اه هي بتولد كام؟ بتبيض كام بيضه؟ متوسط من 3 ل6 بيضات. خبر ابيض. لا مش قادر المسهم تحفه. هي مدركه شويه دي. ما هي دي عشان 12 يوم ابتدت تفتح خلاص ففاهمه وبدا الريش يطلع. اه هو ده بقى الـ 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 هي دي الفتره اللي حضرتك ممكن تقدر ترتبط بالطير دي بالفتره دي. اه من اول كده بقى نبتدي نقدر ناكله. تشم ريحتك بقى. اه بس التاكيل بقى عايز واحد محترف. دي؟ انت اللي بتاكل دي؟ اه في سرنجه كده لتاكيل يدوي، وفي انواع معينه زي السريلاك كده يعني نوع معين من الاكل. هي ما بتاكلش من مامتها حاجه؟ لا بتاكل. اه بس احنا بنعتمد لو انا هبتدي اقربيها عشان تبقى اليفه تشم ريحتك وتعرفك. اه فلازم تتعود على الطريقه دي. تتعود على الطريقه دي فخلاص تبتدي تعرف ان انا زي امها او ابوها، فتبتدي تستجيب ليا بقى سواء في الكلام او التدريب. وهي العصفوره تولد كام بيضه؟ من 3 ل6. والثلاثه يفقسوا ولا ممكن؟ ممكن الست بيضات يفقسوا ويطلعوا كلهم. ده نصيب بقى رزق. اه حسب الرزق. وهي تولد كل سربيع؟ لا هي العصافير ممكن تبيض. تولد ايه؟ تبيض. ممكن تبيض اربع من 3 لـ4 دورات ورا بعض في السنه. في السنه. في السنه الواحده. وممكن تزيد طبعا، بس ينصح ان احنا نريحهم ويبقى الاكل متوازن. نريحهم تشيل العش. اشيل العش او ما يتجوزوش. ما يتجوزوش او افصلهم. تفصلهم معلش خلاص انت كده جبار. انت كده زكي رستم. انما لو شلت العش مفيش بيض. مفيش بيض. ما يبيضوش هنا في الأفضل. نادرا نادرا اللي يعمل الحركه دي. طيب بتقعد في العش دوت اللي هو البني ده العصفوره قد ايه؟ عبال ما تطلع. يعني من 3 أسابيع لشهر ونص تروح طالعة لوحدها. تطلع بقى خلاص بقى. هي بتبتدي تطلع من بعد 4 أسابيع يعني من بعد شهر وترجع تاني. وممكن تقع من العش واحنا نرفعها. هو بياكل الكرسي؟ بيلعب. حسن دي مشكلة شده. دي حاجة من ضمن الحاجات اللي لازم يبقى فيها رقابة. يعني الناس اللي انصحها اللي هتربي حاجة زي كده يبقى العفش بتاعها ستيل يعني مش يبقى حديد كله. عشان تخلي بالها من الحاجات دي. كوكو تعالى. كوكو تعالى. كوكو مزعلنين. زعلانين يا حسن. دخلها القفص؟ لا سيب. ألف شكر يا باشمهندس. شرفتنا. يتربوا في عزك. الله يخليك. شكرا يا باشمهندس. ألف شكر. ألف شكر.